نقطة مهمة يمكن اتكلمنا فيها من شهرين تقريبا برضو مع نجومنا الكبار، لما مستر كولر قال ان هو بيعمل عملية تجهيز او عملية تدوير، هي دايما بتتقال عملية تدوير، بس مستر مارسيل كولر بيغير في معظم المراكز الا مركز حراسة المرمى. هتقول لي ليه؟ هقول لك دي وجهة نظره، هي رؤيته كده. على فكرة بعض المديرين الفنيين في اوروبا للفرق الكبرى عندهم نفس النظرة دي، عندهم نفس النظرة دي. انا وجهة نظري ان الحارس الاساسي يلعب كل المباريات طالما هو سليم. وجهة نظر تحترم، ولكنها هي وجهة نظر. احنا قلنا في اوقات كتير ممكن نشوف مصطفى شوبير في مباراة السنة اللي فاتت، كنا بنتكلم على ان يدي فرصة للحارس التاني، ولكن هو وجهة نظره ان الحارس الاساسي طالما سليم يلعب ما يقعدش. فدي بتبقى وجهة نظر مدير فني محق فيها. والظروف على فكرة، الظروف اللي جاية او الفترة اللي جاية ظروف صعبة جدا جدا جدا، هتحتاج تواجد كل اللاعبين، يعني كل مركز لازم يكون عندك 2 واحيانا يبقى 3 كمان. وعلى فكرة كمان توالي المباريات او تعاقب المباريات بصورة او ترتيبها صعب جدا جدا جدا، احيانا بتأدي طبعا لإجهاد، احيانا بتأدي لبعض الإصابات، لا قدر ربنا يبعد عننا الإصابات ويبعد عن اللعيبة، ولكن انت محتاج كل لعيب الفترة الجاية.